أسامة هوساوي في الارتكاز، عبد عطيف وتيسير الجاسم، ثلاثي وسط الميدان الهجومي، سالم الدوسري، يحيى الشاني وسلمان الفرج والقناص محمد السهلاوي أمامكم على الصورة. المدرب الإسباني الأرجنتيني خوان بيتزي إلى تشكيلة المنتخب الروسي. حراسة المرمى لإيغور أكينفييف، على يمين الدفاع مانويل فرنانديز، على اليسار يوري جيركوف، في وسط الدفاع كوبيتوف وإيغنازيفيتش، ثلاثي وسط الميدان زوبنين، كازينسكي وغولوفين، وثلاثي الهجوم ساميداف، سمولوف وتزاغويف. هذا أمامنا سمولوف المهاجم الدولي للمنتخب الروسي باختيارات المدرب، طبعا مدرب المنتخب الروسي تشيرشتسوف، اللي يريد أن يحقق انتصار أول في المباراة الافتتاحية، في مباراة يقودها الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا. الكرة للمنتخب السعودي اللي يلعب غولوفين، تعدي الكرة والإمكانية لعمر هوساوي ممتاز. جيركوف يوزع تدخل أول في الدفاع من محمد بريك، سلام التوصري، كرة يا سلام شراني، التصويب والمطالبة بضرب، المنتخب الروسي خطيرة جدا، هذه الكرة يوزع والدفاع غولوفين نجم الكرة الروسية غولوفين يهدي التوزيع والتار إيغنازيفيتش وكازينسكي، يحيى شاري يعطي، لا يريد أن يلعب بالنار، هذه كرة ومرت بسلام على الدفاع السعودي. زاغويف يطالب بركنية من جديد غولوفين، غولوفين في القائمة الثانية، والهدف الأول للمنتخب الروسي، الهدف الأول للمنتخب الروسي عن طريق كازينسكي على مستوى القائمة الثانية، بفرحة كبيرة للجماهير الروسية هنا في استاد لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو. كازينسكي رقم 8 بكرة روسية غدارة بكامل الشرارة، غولوف هجومية يوزع، عبد الله المايوف، وبكل الخوف بكل الخوف المنتخب السعودي في الدفاع بكل الخوف يعاني إصابة عوي، لابد من تجنب الأخطاء، وكرة مرت بسلام. وينو السهلاوي، وينو السهلاوي بالراس، رائعة رائعة من السهلاوي القناص بكرة بالراس، والوضعية السعودية الهجومية، تغطية وتصويب من السهلاوي وروبيل اجدعي النجم تزاغويف، أران تزاغويف متوسط الميدان الهجومي، يعدي شيرتشيف البديل لتزاغويف، لكن تدخل لاعب موهوب وتصويب، التصويب، تعدي الكرة وإمكانية الاختراق والمخالفة، مخالفة للأخضر السعودي ضد يوري جيركوف. نيستور بيتانا يراقبني، سلمان يلعب الكرة وياسر الشهراني، زابرين، زابرين في دار الشهراني صعبة حتى الحسن، سمولوف، سمولوف لا يمر، مخالفة ضده، تدخل رشيق من جانب أسامة هوساوي على سمولوف. غولوفين وين يا غولوفين؟ غولوفين وعمر هوساوي، ليست هنالك ضربة جزاء، لا لا وألف لا، عمر هوساوي تدخل شرعي كامل، أصغر لاعب يشارك في المونديال دانيال أرزاني الأسترالي 19 عقيرة، جيريتشوف يروح، وفي النهاية ضربة مرمى، اهتزاز جماهيري كبير في مدرجات ستاد لوجنيكي مع إيقاعات المنتخب الروسي، ومرت بسلام على الدفاع، كرة مرينة والهدف الثاني، الهدف الثاني، شيريتشيف، شيريتشيف بانفجار جماهيري كبير وخطأ دفاعي قاتل من الأخضر السعودي. المنتخب الروسي يدعم النتيجة مشاهدينا الكرام هنا في استاد لوجنيكي، هذه الانطلاقة تردد واضح، لكم مني أجمل تحية في انتظار العودة بكم عند ضربة بداية الشوط الثاني، يعني كرات خاطئة، وهذه كرة في دار الدفاع، وأسامة
المدخن هو السماوسري وإمكانية التصويب واردة. التصويب عالية لكنها خطيرة من سامينوف. أمامنا ألكسندر سامينوف 33 أول مرة طبعا. أمامنا فلاديمير بوتين على اليسار صعب الهدف الثاني. أمامنا في الكرة شيري تشافري وزع عبد الله معيوف على مارتين بالنسبة الهجومية محمد البريك يوزع السهلاوي في القائم الثاني وتيسير في القائم الأول والمنتخب السعودي ياسر سهلاوي في القائم الأول. مباراة دولية لتيسير الجاسم تيسير يوزع وغدارة الرأسية غدارة من سلمان الفرج. قلنا مشاهدينا الكرام أكثر اللاعبين مباراة دولية للأخ والتاسع محمد عبد الجواد ب 121 المباراة. على يمين الدفاع أمام محمد البريك يوري تشيلكوف التصويب والتسدد محمد البريك بانتظار يوزع كرة غدارة لكن محمد البريك أسرع من شيري تشيف. المخالفة لمحمد البريك مواجهة وحيدة جمعت سابقا مشاهدينا الكرام روسيا بالسعودية وكانت في نطاق التصويب على مرتين عبد الله معيوف. يا ساتر يا ساتر يا رب كرة أخرى قوية لكن ياسر الشعراني متفطن هذه المرة لمانويل فرنانديز يريد الثلاثية وكرة فيني وصا والهدف الثالث. سيوبا سيوبا يكسب المعركة وخيبة أمل كبيرة من الجانب السعودي. المنتخب السعودي في حالة انهيار وتسيوبا بكل الدمار في هذا المشوار ثالث أهداف الدببة الروسية في انتباعات السعودية. كولوفين مايسترو بكرة سحرية يعطي كرة رأسية هذا هو ألكسندر كولوفين مان اوف ذا ماتش نجم المباراة. واتسيوبا على طول بديل في دارس مانوف بكوتشينغ الدوسري يعدي التصويب تصويب رائع من نائع في ريال. استفاقة أكيد متأخرة من الجانب السعودي لكولوفين وكولوفين يوسع وهذه المرة في هذا الامتحان بالرأس شهراني لكن مانويل فرنانديز التسويب وما زالت الخطورة وإيغنازي في كولوفين رومان زابرين التسويب وين هذه الكرة حسن الجوهر خسارة ثانية بهدف لصفر ضد الكاميرون بهدف لسامير إيتو في دقيقة 66 وخسارة ثالثة ضد إيرلندا بثلاثة أهداف لصفر في يوكوهاما يوم 11 يوليو اليساري شيركوف يوزع وإمكانية التوزيع وين الكرة ولم يخضع لأي اختبار أكيفيف كرة تصدر سلمان أو مهند عسيري تساف مكن الروس من الثلاثية التصويب رائعة دينيس شيرتشيف كرة ولا في الأحلام. يا سلام يا سلام يا سلام وتعظيم سلام لدينيس شيرتشيف محترف في ريال البديل يدمر الدفاع أقدام الأبطال بأربع أهداف لصفر لحد الآن. والمخالفة ضد تيسير الجاسم والإنذار لنجم النادي الأهلي أو سالم الدوسري عفوا لا تيسير غدار كولوفين ليسادد والخامس يا سادة كولوفين في الشباك حتى له انفجار في استاد لوجنيكي بخماسية للأمانة من ماذا أمكن أن أقول افتقدت للكلام. أوفر للمنتخب السعودي في قادم الأيام وعد أوفر للمنتخبات العربية لكم مني أجمل تحية وبكل Thank you.